زبلة وفضلات متاعهم وخمش إلا في الليل سكرة والعربدة. نطلبوا الأمن يجي يهربوا يمشي الأمن يرجعوا هما. البارح قاعدين قعدتهم يسكروا اتعاركوا في بعضهم والكفر وكلام زايد. خرج محمد البوراوي اللي هو الولد الصغير مشالهم قال لهم رانا قاعدين في عائلاتنا أماتنا وإخواتنا معنا احترموا رواحكم. مما رانا إلا أنه ردة الفعل كانت عنيفة جدا وبرختتنا أنك الكل ضربوا بونية في خشمه وسبلوا والديه وربي وتي تي تي استغفر الله العظيم. أي بديت نجري أنا وخوه الكبير يا ولدي سألوا عني بي علاش الضرب. أنا من الناس انتقت كلمتين وبعد فقدت الوعي اللي على جراء البونية اللي جاتني في رقبتي عندي حاليا بشلول. مشيت بش في بالك تفضل أنت بيدك كليت بونية هذيك اللي بونية فقدت بها الوعي لانه انا اولا ديابيتيك قوت الضربه كي جاتني في الرقبه على جنب فقدت الوعي تحت فقدت نلقى قدامي دمومه وسيوفه ناس ترمي في صوات الرميان سواتر اي نعم بلوك حجر لطف ايه هو شنو صار كي تضربت اني وتضرب محمد البوراوي بدا سالم بطبيعه حب يبعدنا هرب خوه ويدخل فيه باش خطر أمه وأخته ومرته اللي هي مازالت والدة جديدة في ذهب بي خرجوا وبدأوا يعيطوا سكر الباب دي كاميونة دي ماكس وبدأت تدور في على البلاصة غادي كاوي يعيط بالعجالي باش الجيران ما تقدمش حل وهما لموا بعضهم الأربعة في لحظة ولو يقرب العشرين رقبة دي البلوك غراها على الباب الدار كسروا الباب محمد قذير حل يديه وقعد واقف باش ما يخليهمش يدخلوا لامه واخته ومرت خوه وجاته الحجره على ساقه جا هي اللي تثبت في الكسره نتاع المجتمع نتاعه وسالم جاته ضربه في يده بالساتور اللي حلت له يده وتستوجب العمليه لولا تدخل الامن كانت نجم تصير كارثه اكبر من هكا. معناتها هذا الكل على خطر احتجيته على الكلام الزايد وسب الجلالة والشرب والأعمال المنافية كل الأخلاق يرحم والديك. معناتها جوست تجيب له يصير فيك شيء هذا واضح واضح. اتصلتوا بالسلطات معناتها احنا انا من الناس على ما فقت طلبت المعتمد قلت له ايجوا شوفونا فاش نعيشوا مشكور على سرعة التنسيق بين السلطات الجهوية والسلطات الأمنية اللي تنقلت على عين المكان حتى الوالي عقدت البارح غادي مدير اقليم هذيك كي جات لهم بلون هزت زوز اخوان مضطرين انا رفضت اني نمشي ويمكن وقتها مازلت سخون ما حسيتش بالوجاعة اللي في رقبتي اعطوني شوية سكر خاطر دخت شديت بصيح نمشي نعتصموا قدام المعتمدية وقت وصلنا لغادي كايا او وجهت نداء عبر الفيسبوك وعبر الصفحة متاعي التواصل الاجتماعي العباد لبت النداء وجات بالمئات مشكورين جات سندتنا كي وصلنا قدام المعتمدية اخذنا قرار وانه ما نتكلموا مع حتى حد ما نفوضوا مع حتى حد خاطر عينا من التسويف نتاع السلطة المحلية في شقايها كيسوسوا البلدية او المعتمدية سندت بصحيح انه السيدة الوالية هي اللي تجي وهي اللي تتعهد واضح اليوم فما اجتماع صار مع الوالية وفما قرارات تم اتخاذها ولا هو القرار هو البارح على عملنا اجتماع على البلاصة سمعتنا السيدة الوالي سوسة خلنا المقر المعتمدية بحضور معتمد لول ومدير اقليم سوسة والسيدة رئيس بلدية حمصوسة اخذنا القرار هو العاجل هو تركيز وحدة امنية فورا مستقرة ومنع الانتصاب الفوضوي وبالنسبة لليوم فما الجلسة لبعض ممثلي المجتمع المدني مع السيدة والي سوسة لاتخاذ قرارات أخرى للأسف أنا ما نجمتش نحضر بويس كان مازلت خرجت توا من السبيطار فهمتك أتونا اتصلوا إن شاء الله بالولاية وناخذوا القرارات. شكرا لك محمد أنك أعطيتنا الرواية الكل سي زهير قل لي يرحم بوك ساعة ويرحم والديك أنت والإذاعات اللي دخلت واللي تبنات الموضوع مرحبا. لكن إن شاء الله القرار اللي اتخذاه ما يكونش حربوشة أسبيرين عطوها لنا باش تنحينا شوية وجاية أرقامنا عندك خويا إذا كان فما أي أسبيرين ولقيتوا أنه الكلام كلام روادا خاطر فما فوفعة صغيرة خويا اتصل بينا مرحبا بك
مشكور سي زهير في كل وقت. محمد شكرا لك. محمد حموده وباللطف عليك وباللطف على الجماعه اللي توا يعملوا في عمليات من جره هالاشياء هذيه.